اليوم في ماتيدو لدينا تحدي مشرق وساحة للغاية في انتظاركم. سوف تدلل فتياتنا أنفسهن بألوان أرجوانية مختلفة، ولكن ليس فقط مع ضيافة لذيذة، سيكون ممتع. أتساءل ماذا ينتظرني تحت الغطاء؟ لا قفي، أنا سأبدأ أولاً. واو، لدي دونات من الجيلي الشهية، وإنها جميلة جداً أيضاً. كيت، لنرى ماذا لديك. لديك دونات من الجيلي، لكن لدي واحدة حقيقية، إنها جميلة جداً، فعلاً مذهلة، أريد تجربتها. بالتأكيد تبدو جميلة جداً، سيكون طعمها رائعاً بالتأكيد. انظري كم هي جميلة، فعلاً مدهشة. وماذا سيحدث إذا نفختها؟ الآن أنا جميلة مثل هذه الدونات. واو كيت، تبدين ساحرة. شكراً ليلي، لقد انتهينا من الجمال. الآن يمكنني تجربة الكعكة نفسها في أسرع وقت. إنها لذيذة جداً، لا أستطيع أن أعبر بالكلمات، إنها شيء سحري. أنا سعيدة للغاية. ليلي، حان دورك لتذوق اللذاذة خاصتك. دونات الهلامية تفتقر إلى الرشات. لجعلها ألذ وأجمل، لدي علبة كاملة من البودرة اللذيذة والحلوى الصغيرة. هذا ليس مجرد جيلي لذيذ بالنسبة لي، إنه هلام جميل ولذيذ. الآن أنا بحاجة إلى نفخ الرشات مباشرة على ليلي. آمل ألا تتعرض للإهانة. هذا لمصلحتها. ماذا؟ نعم، الآن أنا جميلة مثلك كيت. بالضبط، هذه البودرة السحرية تجعلنا أميرات حقيقيات. شكراً لك، لقد استخدمنا كل الرشات. بالمناسبة أريد أن آكل هذا الهلام حالاً. كم هو لذيذ؟ بالطبع كنت أعلم أنه سيكون لذيذ، لكنني لم أستطع حتى تخيل كم. أنا وأنت محظوظين جداً. بالتأكيد نحن أميرات، والأميرات يأكلن الفطائر اللذيذة. نعم أوافقك. ماذا ينتظرنا هذه المرة؟ واو، كيس كامل من حلويات سكوتلز المفضلة لدي. هذا نعم. كيت، ماذا يوجد لديك؟ الآن سنكتشف. إنها بوكي، عصي بنكهة الشوكولاتة مع نكهة الفراولة المفضلة لدي. لا أرى أي سبب للانتظار، من الأفضل تناولها في أسرع وقت ممكن. هذا الشهي. ليلي، لماذا لا تأكلي؟ حان الوقت لالتهام بعض الحلوى أيضاً. أنت على حق، لماذا أتأخر؟ علي أكل كل هذه الحلوى اللذيذة من سكيتلز. واو، شلال حلوى كامل. نعم، لذلك كنت سعيدة بالحصول على مجموعة كاملة من سكيتلز. هناك الكثير من الحلويات في هذا الكيس، حان الوقت لتجربتهم. مهلاً، هذا مؤلم. أصابع المسكينة. عجيب، لماذا لا تستطيع لمس الحلويات؟ ربما بسبب اللون. بالضبط، ليلي كولي الحلوى الأرجوانية. هل متأكدة أنها لن تضربني؟ هاي، أخيرا سأجرب السكيتلز. ليلي، حتى لا تصابي بصدمة كهربائية، استخدمي عيدان تناول الطعام من بوكي. إنها فكرة رائعة، لماذا أهتم عندما يمكنني أكلها مع بوكي؟ ربما يمكنك أن تعطيني حلوى واحدة على الأقل لأجربها؟ طبعاً سأشاركك، افتحي فمك. أشعر بالفضول الشديد، ماذا سيحدث إذا أكلت حلوى بلون آخر؟ لنجرب الأخضر. ماذا حصل معي؟ واو، إنه الأمر جيد أنني لم أكل الحلوى الخاطئة. لقد ضربتك أيضاً. لا، هذه المرة لست محظوظين أبداً. لا أريد التشنج من هذه الحلوى الحامضة. أقترح مسابقة، من يستطيع أن يأكل أكثر من الحلويات الحامضة يفوز.
دعونا نكتشف من هي الأكثر روعة. أوه مخيف، لكنني جاهزة. مستعدة؟ لنبدأ. 3، 2، 1. دعونا ننطلق. حتى الآن أنا أحتمل. طبعاً الحلويات التي عليك من أجل النصر علي أن آكل. الفوز في جيبي. لا أشعر بالحموضة على أي حال. يبدو الأمر كما لو أنني أتناول مصاصات عادية. على الرغم، أوه لا، لا أستطيع احتمال أكثر. كم هو حامض. الفوز لا يستحق أن أعاني من هذه الحلوى الرهيبة. أنا لا أوافقك، أنت فقط تقولين ذلك لأنك خسرت بالفعل. لقد فزت. صحيح أن فمي يؤلمني بالفعل من الحموضة. أوه، من أجل هذه الجائزة يمكن للمرء أن يتحمل. واو، أريد تلك العين السكرية الكبيرة أيضا، لكنها لي. أعطني، إنها ملكي. لا، إنها لي. لا، هذا ليس صحيحا، أنا فزت. أوه، هناك مجموعة كاملة من الحلوى الصغيرة داخلها. رائعة. أوافقك، هذا يعني أنه سيكون هناك ما يكفي من العيون الصغيرة لنا جميعا. على وعلى ذلك فهي لذيذة. نعم، لذيذة جدا. لقد توصلنا إلى منافسة رائعة. أوافقك. دعينا نحدد من سيفتح أولا عن طريق اللعبة. هيا. أنا ربحت. واو، تنتظرني بعض الحلويات غير العادية. أنت لا تعرفين مذاقها، لكن ماذا عني؟ حقنة. أتمنى أن يكون هناك شيء رائع بداخلها. واو، إنها حقا لذيذة. وما هي؟ لا أعرف، لكن هناك هلام أرجواني لذيذ جدا، يمكنني حتى الرسم به. انظري إلى هذا الوجه الوسيم المبتسم. أنا فقط أريد أن ألعقها في أسرع وقت ممكن. مرعب، الآن تبدين وكأنك شريرة. لديك هذا الشارب. هذا الشارب صالح للأكل، أليس ذلك رائعا؟ رائع. اسمعي ليلي، هل يمكنك رسم ابتسامة لي أيضا على الطبق؟ بالطبع أستطيع. الآن سأرسم لك هذه الابتسامة. نعم، علي الانتظار. لكن هذا لا يبدو وكأنه مبتسم على الإطلاق. لأنه غائط. قولي لي، أنا فنانة رائعة. هذا ليس مضحكا على الإطلاق. حان الوقت لمعرفة نوع اللذاذة التي تنتظرني. واو، لدي مصاصة أرجوانية. كم هو لذيذ وحلو. عليك عصر الشراب المتبقي من الغطاء. نعم، لكنه على الأرجح حامض. حسناً، أتمنى أن تكون هذه الحلوى استثناء وأن يكون الشراب حلواً ولذيذاً. مخرف، لم أجرب أي شيء أحمض من هذا. قلت لك، كنت أعلم أنها ستكون حامضة. هذا ليس مضحكا. دعونا نرى كم ستضحكي عندما يغمر هذا الشراب الحامض فمك تماما. أوه، مقرف. لا، توقفي، يا له من مرعب رهيب. حسنا، ما رأيك بطعمه؟ الآن حان دوري لأضحك عليك. هذا شرير، ليس مضحك. اشتركوا في مالتي دو حتى لا تضيعوا التحديات القادمة. بالتأكيد صدقوني، سيكون هناك مجموعة كاملة منهم. ابقوا معنا، والآن إلى اللقاء يا أصدقاء.